السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جبت لكم وصفة بيتزا رولي. إليكم المقادير. نبدأ على بركة الله. عندي هنايا 3 كيسان فارينة، كاس هذا يرفد 220 مليليتر. عندي مغرف سكر، مغرف خميرة تاع الخبز، مغرف صغيرة ملح، وزوج مغارف زيت، ونلموها بالحليب. هنا عندي الحليب، نلموها بالحليب. نبدأ على بركة الله. في غيسيبيون عندي هنا 3 كيسان حليب، 3 كيسان عفوا 3 كيسان فارينة راني مغربلتها. زوج هذه الفارينة راهي مغربلة. ثلاث كيسان فارينة، نزيد لهم مغرف سكر، مغرف خميرة، ونلموها. نخلط كاع هاد المكونات الجافة، نخلطهم، نلمها بالحليب، نلمها بالحليب. نلمها كاع بالحليب، نستعمل يدي، نزيدو زوج مغارف زيت، ونزيدو هذيك المغرف صغيرة تاع الملح، ونخلطو مليح. نلمو غير بيدنا وما نعجنوهاش بزاف، غير نلموها. هو الحشو اختياري، كل واحد الحشو، كل واحد كيما بغا يدير. ديريها بالطون، ديريها بالدجاج، كيما تبغي. نلموها نلموها. هذه الوصفة سهلة، في رمشة عين توجديها. هاني تاعي نعجنوها مليح ونخلوها ترتاح. هاني العجينة تاعي وجدتها. نكمل هذا المغرف فارينة اللي بقى. هاد العجينة تاعي دوك نديرها تخمر من تولي رطبة مطاطية. هيا خلوها تخمر شوية، واحد 15 دقيقة نغطوها ونخلوها تخمر واحد 15 دقيقة. العجينة تاعي خبرت، فما نطولوش الفيديو. نحلها بالحلاق، ندير فيها الفارينة، هذه أسهل وصفة وأبسط وصفة، ما فيهاش المكونات بزاف.
ما نطولكمش الفيديو. هاي والحشو اختياري، كل واحد وكيف هي يدير الحشو. هذه ابسط واسهل وصفه بيتزا رولي. هنا الحشو، هنا عندي صلصة الطماطم، راني شريتها، شريتها تتباع في المحلات واجدة. وهنايا عندي باتي تاع فرماج، وهنا الجبن مبشور، وهنا عندي علبة توم، وهنا عندي زيتون أسود. كل واحد الحشو اختيار، كل واحد كيما بغا يدير يدير. هنايا نديرو صلصة الطماطم، وصفه سهله ما فيهاش مكونات بزاف. ان شاء الله هذه تديروها في رمضان، ان شاء الله شهر رمضان شهر مبارك. ولا عندكم ولا بغيتوا ديروها باللحم المفروم ديروها، ولا بالدجاج، ولا انا عندي الباتي. هنا الطوم تاع الطماطم، هنا عندي الزيتون أسود. إذا عندكم أخضر ديروا أخضر. جبن مبشور، وعندي هنا زوج حبات جبن مثلثات نزيد لها.
حطيت البيتزا تاعي في سني، درته درت فرشت هنا ورقة طبخ، هنا عندي الحليب ندهنو غير بالحليب، كاين عندهم حساسية تاع البيض، ندير هنا ندهنها بشوية حليب، راني سخنت الفرن تاعي، ندخله للفرن. راني سخنت الفرن تاعي ندخله من بعد نرجع لكم. البيتزا رولي هاي وجدت، هاي طابت، جات خفيفه، ان شاء الله تجربوها تعجبكم، والى الملتقى في وصفه اخرى ان شاء الله.